مشاهدينا مشاهدي مصر التعليميه في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقه جديده من حديث التعليميه معاكم على الهواء مباشره، وحديث عن فقرات مختلفه. اول فقراتنا النهارده هنتكلم فيها عن الجامعات التكنولوجيه ومتطلبات سوق العمل. الحقيقه موضوع من الموضوعات المهمه جدا، وخلينا نقول انه بشكل عام الدوله المصريه متجهه جدا للتعليم الفني باشكال مختلفه، مهتمه جدا بانه نخرج لسوق العمل طلاب عندهم المهارات الفنيه واليدويه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا 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 بمنظومه التعليم الفني، يمكن في دعم مادي كبير جدا جدا لوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني لمنظومه التعليم ده بشكل كبير جدا. هل الحقيقه في اهتمام من القائمين على المنظومه دي من معلمين من مدربين؟ هل طلابنا على المستوى اللي بيخرج لسوق العمل بالمهارات اللي بيتطلبها السوق؟ تساؤلات كتيره جدا هنعرفها حالا مع حضراتكم وضيفنا اللي مشرفنا النهارده دكتور عمرو العتر، دكتوراه الفنون التطبيقيه والمحاضر بكليه التربيه جامعه حلوان. دكتور عمرو برحب بحضرتك معانا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا برحب بحضرتك وانا سعيد بوجودي معاك استاذه هبه. ربنا يخليك. طيب دكتور عمرو، احنا بنتكلم النهارده في عنوان كبير كده، الجامعات التكنولوجيه ومتطلبات سوق العمل. تمام. لكن خلينا قبل ما نتكلم عن الجامعات بقى بشكل عام نتكلم الاول عن منظومه التعليم الفني قبل الجامعي، والحقيقه انها بتشهد فعلا تطور كبير جدا. يعني احنا يمكن من خلال وجودنا هنا في القناه التعليميه بنشوف انه طبعا في اهتمام جدا جدا بوجود معلمي التربيه الفنيه معانا بيدرسوا المواد الفنيه المختلفه، بنشوف انه في تخصصات نوعيه كتيره جدا بدات تظهر في المدارس الفنيه يمكن ما كانتش موجوده من 10 سنوات فاتوا، في ضخ اموال يعني الحقيقه جيد جدا من الوزاره للمنظومه دي. حضرتك شايفها ازاي برضو كمعلم موجود فيها، وهل حضرتك شايف ان احنا بنحاول ان احنا فعلا نخرج بالمنظومه دي بشكل جيد؟ بص حضرتك، الاول انا حاليا مش معلم، ويعني ايه الجزء ده يعني مرتبط بطريقه ما بعملي بطريقه ما. القصه ان في الوقت الحالي بالفعل في طفره كبيره جدا في تطوير التعليم الفني. الطفره دي بدات تحصل من 2014 مع بدايه تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس وجه قوي للاهتمام بالتعليم الفني، لان هو لقى ان التعليم الفني هو المورد الاساسي للقوى البشريه اللي بت 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 بتمد الصناعه بمختلف انواعها بالعاملين فيها. ومن المعروف ان الدول بتقاس مدى قوتها بمدى قوه العماله الماهره اللي موجوده في الدول دي. وبناء عليه بدات تحصل استراتيجيه لتطوير التعليم الفني. الاستراتيجيه دي بيتم تطويرها كل سنه بيتعمل لها يعني ابديت، يعني ده بيتم. يعني الحمد لله انا كنت يعني احد اللي شاركوا في وقت معين لفتره طويله في الاستراتيجيه دي، وفي بدايه رؤيه مصر 2030 برضو شاركت فيها. بالفعل تم وضع خطه محكمه قوي ان التعليم الفني في مصر يتطور وياخد دفعه كبيره جدا، وده اللي حصل بالفعل. تم فتح برامج جديده كتير، البرامج دي تتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولي والمحلي والاقليمي. طيب يعني بشكل عام نقدر نقول انه المنظومه دي بتشهد تطور، ونتمنى ان شاء الله كمان يكون الفتره القادمه افضل باذن الله. طيب خلينا نقول انه يعني متطلبات سوق العمل كتيره جدا، هل حضرتك شايف ان في مواكبه من التخصصات الموجوده في التعليم الفني، ولا محتاجين نعمل تخصصات نوعيه اكتر يعني تقدر تواكب ما يحتاجه سوق العمل؟ والله انا يعني اقدر اقول لحضرتك ان القيادات التعليم الفني الحاليين والسابقين في الفترة دي بعد تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا قيادات واعية قوي، وعينيهم على التغيرات الدولية والعالمية اللي بتحصل، صحيح، وعينيهم على المشروعات القومية اللي الدولة بتهتم بيها. وبناء عليه بيتم توجيه كافة القائمين على العملية التعليمية في التعليم الفني والتدريبية ان هم دايما يبحثوا عن الجديد ويقدموا ايه اللي بيجرى في العالم في الوقت ده. وبناء عليه وفقا للثوره الصناعيه الرابعه، لما تم الدخول على ايه الثوره الصناعيه الرابعه وبدانا نفهم ايه هي الثوره الصناعيه الرابعه، لقينا ان في مهن كتير هتندثر في العالم في وقت يعني
في خلال 10 12 سنه ومهن كتير هتظهر، والمهن اللي هتظهر دي كلها مرتبطه بالتكنولوجيا ومرتبطه بالاتمته ومرتبطه بالحوسبه او بالسحابه والانترنت ومرتبطه بده. فبالتالي بدانا بالفعل في التعليم الفني ان يتم التوجيه بفتح تخصصات وبرامج جديده. هنقول بقى يعني سيادتك عايزه تعرفي اذا كان ايه اللي تم. لا ده تم حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان تم تغيير الفلسفه اللي كان بيتم بيها اعداد المناهج للتعليم الفني، ووفقا لاستراتيجيه جديده اسمها الجدارات المهنيه. الجدارات المهنيه دي اقدر اقول لحضرتك انها اختراع مصري صرف. يعني دي حاجه مصريه 100%. ليه بقى؟ مصر يعني طبعا ما اخترعناش العجله. هو كان في حاجه اسمها الكفايه، بعد الكفايه في حاجه اسمها الفاعليه في الجدارات الخاصه بي. ايوه بالظبط. التطوير التعليم الفني. بعد كده وصلنا للكفاءه. مصر باساتذتها واساتذه التربيه فيها قدروا ان هم يدخلوا على مرحله اعلى اللي هي مرحله الجداره، ودي اعلى مرحله من مراحل اكتساب المهارة اللي هي مرحلة الجدارات. الطالب فيها بيقوم بكل حاجة موجودة في المنهج بتاعه لابد ان هو يطبقها بايده. لابد ان هو يثبت ان هو اتعلمها. ولا ينتقل للمرحلة التي تليها الا اذا كان فعلا اجتاز. وده بيتم وفقا لمنظومة محكمة، معايير دقيقة جدا علشان نقدر نقيم الطالب انه خلص الجدارة دي بيتجه التقييم والتحقق مخصوصة اتعملت للجدارات المهنية. واللائحة دي هي اللي بتأكد للطالب ان الطالب اكتسب المهارة، وبناء عليه لما يجي سوق العمل يقيم الطالب بتاعي بتاع التعليم الفني الخريج في خلال السنة اللي جاية كده ان شاء الله، لا هيبقى افضل وهيبقى يعني هيبقى مجاز يعني. تمام. طيب خليني اقول لحضرتك يعني نقطة برضو مهمة قبل ما ندخل بقى على الجامعات التكنولوجية. وجهة نظر حضرتك في توجه الناس او اولياء الامور او الطلاب لمنظومة التعليم الفني. انا على المستوى الشخصي بشوف انه مهم جدا 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 ان احنا نوجه اولادنا لمنظومة التعليم الفني، لانه اذا بنتكلم على فرص عمل جيدة، اذا بنتكلم على مهارة بيتعلمها الطالب ممكن تبقى فرصة عمل ليه حتى لو كان مشروعه الخاص، مش ان هو بيتجه يعني لمكان يشتغل فيه. الحقيقه احنا عايزين نغير شويه نظره المجتمع للتعليم الفني او نظره الناس انه نوع تاني من التعليم او نوع تالي من التعليم. هو طبعا احنا محتاجين قوي تغيير النظره المجتمعيه للتعليم الفني. التعليم الفني فعلا بيحصل فيه مجهود عالي جدا. المجهود العالي ده اذا كانت الاعلام مركز قوي، مش قناه مصر التعليميه بس، لا احنا عايزين الاعلام كله يركز مع. صحيح. انا مع حضرتك جدا. صحيح. وان احنا نجهز اللي هو الوجدان الشعبي للناس بالاهتمام بالتعليم الفني. الميديا نفسها والدراما والافلام السينمائيه لازم تتناول يعني ده وتشجع على ده. فتره من الفترات احنا شفنا الميديا كانت مثلا تفتكري سيادتك افلام اسماعيل ياسين في البوليس، اسماعيل ياسين في الطيران، اسماعيل واخد بال حضرتك، دي كانت بتعمل شحن وتوجيه معنوي للناس بالوقوف صف واحد خلف مع الايه؟ مع الدوله. مع الدوله ومع الجيش ومع الشرطه. جت فتره ثانيه كان في نوعيه افلام ثانيه برضو كانت بتهتم بده، وعلى فكره كل الدول الكبرى قامت بده. يعني لو يعني سيادتك لو بتتابع السينما الامريكيه هتلاقي القديمه هتلاقي كان في مجموعة أفلام كلها بتركز على الجزئية دي، ومش القديمة حتى الحالية طبعا. هو يعني أي دولة انفرد وهي بتعمل منظومة الإعلام ومنظومة السينما والدراما لازم تكون برضو بخطة معينة تهدف كلها لتحقيق أهداف الدولة دي، أو أنها ترتفع بيها وترتقي بيها لقدام. منظومة التعليم الفني فعلا زي ما حضرتك بتقول محتاجة جدا ان احنا نشتغل عليها في الدراما والسينما والمسلسلات. لازم نشوف بطل من خلال تعليمه في منظومة التعليم الفني بشكل ما او كده، لازم يكون وفرت له فرصة عمل كويسة، اتجه للامام. عندنا فيلم النمر الاسود لو حضرتك تفتكر، وبيليا ودماغه العالي، احمد زكي بيليا ودماغه العالي، يعني يمكن وقتها لو تفتكر الافلام اللي من النوعية دي بتأكد على انه يعني مثلا الفنان احمد زكي ان هو برضو كان في منظومة التعليم الفني، ووصل ان هو ماسك مصانع في المانيا وحاجات زي كده. زي ما حضرتك قلت يمكن فعلا فيلم. انا تعرفت على الشخصية نفسها، الاستاذ محمد حسن اللي هو الشخص اللي هو عمل بدوره استاذ احمد زكي.
طيب خلينا نقول برضو الفيلم ده يمكن بالي بنقول عليه زي ما حضرتك قلت، كان الفيلم ده بي يعني والد الزوجه رافض ان الزوج ده يشتغل في ورشه وشيء من هذا القبيل، لكن الحقيقه شفنا ان هو قد ايه برضو حقق نجاح. هو ده اللي احنا يعني حضرتك بتتكلم على شيء جيد جدا، انه مهم جدا ان احنا نشوف الدراما والسينما والمسلسلات بشكل من الاشكال، انه فعلا الشاب اللي بيتجه للنوع ده من التعليم بيتوفر له فرصه عمل كويسه جدا. يعني ما ينفعش ابدا نكون بنشتكي ان ما عندناش فرص عمل او ان الشباب ما بتشتغلش واحنا مش بنوجههم لنوع تعليم سوق العمل محتاجه. بالظبط. ف يعني مشكوره جدا على الملاحظه دي، وملاحظه مهمه جدا دكتور عمرو الحقيقه. طيب لو اتجهنا بقى للجامعات التكنولوجيه في الاول، ايه هي جامعات التكنولوجيه؟ بص حضرتك، الجامعات التكنولوجيه طبعا هي صدرت بقرار جمهوري ان يتم افتتاح جامعات تكنولوجيه. الجامعات التكنولوجيه دي في الاساس هي تعتبر جامعات اقليميه وبتهتم بالمشروعات الكبرى اللي الدوله يعني مخططه لها مستقبلا. وتم فتح 3 جامعات تكنولوجيه، جامعه تكنولوجيه في الدلتا اللي هي اويسنا، وجامعه بني سويف، وجامعه القاهره الجديده اللي في التجمع الخامس، القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس. جامعات تكنولوجية المؤهلات بتاعتها بتدي دبلوم فوق متوسط، وبتدي بكالوريوس تكنولوجي، وبتدي دبلوم دراسات عليا، وبتدي كمان ماجستير مهني. وقدام هتبقى بتدي ان شاء الله ادي يعني بعض الصور للجامعات اهي زي ما حضرتك بتقول، جامعه القاهره الجديده، وبعض الصور منها بتاكد بجد يعني الانشاء بتاعتها شكلها متميز جدا زي ما حضرتك شايف كده. ويعني يمكن الناس عشان تشوف معانا ان جامعات التكنولوجيا الدوله مهتمه قد ايه بالتعليم الفني، وبتعمل جامعات الدوله هتعمل 22 جامعه تكنولوجيه متميزه على جدا، مستوى طلابنا قاعدين على في مستوى مكان مصر. يعني مدرج راقي جدا يليق بالظبط، بيهم اهو، وعدد الطلاب كمان بيبقى محدود وزي ما حضراتكم شايفين بالظبط. يمكن ده كان امتحان او حاجه، بس الطلاب عددهم قليل جدا. القيادات كلها موجوده معاهم دايما في الجامعات دي عشان يعني فعلا تشوف الطلاب ممكن تطور من مهاراتها ازاي داخل الجامعه. طيب. يمكن حاليا كمان انا يعني حاجه في المنطقه يعني اكتوبر الجديده يعني جنب بيتي هناك في جامعه 6 اكتوبر التكنولوجيه بتتعمل في اكتوبر الجديده. ايوه بالظبط، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، هي يعني شيء بجد يعني يدعو للفخر انه حضرتك دولتك مهتمه بانها تعمل جامعات تليق بطلابنا وفيها يعني قيادات تعليميه متميزه، بس هدفها انها تعلم الطالب ده يخرج لسوق العمل بمهارات كتيره جدا. طيب المنظومه دي يعني الحقيقه من وجهه نظر حضرتك بعد ما حضرتك اطلعت عليها وحضرتك شفتها دكتور عمرو، محتاجه حاجه او هي بتشتغل بشكل جيد؟ ايه اللي ممكن نكون يعني احنا بنتكلم هنا النهارده عشان نشوف ايه اللي محتاجين نطوره في الجامعات دي عشان نقدر نواكب متطلبات سوق العمل؟ بص حضرتك، المنظومه دي منظومه يعني مهمه قوي طبعا وممتازه طبعا، ودي كانت فرصه كبيره جدا لطلاب التعليم الفني ان يتعمل لهم جامعات تكنولوجيه خاصه بيهم عشان يستكملوا دراستهم الاعلى ويتم صقل مهاراتهم يعني بصوره افضل في يعني بما يتواكب مع متطلبات السوق الدولي. هي بتقبل فقط طلابنا من خريجي التعليم الفني ولا ممكن تاخد طلاب من وفقا يعني وفقا للقرار الانشاء ان هي بتقبل 80% من عدد طلابها من طلاب التعليم الفني و20% من عدد طلابها من طلاب الثانويه العامه. كويس. القصه بقى ان هي ما زالت الى الان التخصصات بتاعتها قليله. كنت لسه هسال حاجه بقى، ايه هي تخصصاتها يا دكتوره؟ تقريبا يعني تقريبا التخصصات بتاعتها في الميكاترونكس والاوتوترونكس. الميكاترونكس والاوتوترونكس اللي هو خاص بالسيارات، وفي تخصصات خاصه بالطاقه الجديده والمتجدده. هايل. وفي يعني دول اللي انا يعني متذكرهم دلوقتي يعني تخصصات بص حاجه، بس هم يعني كلهم 4 أو 5 تخصصات. 4 يبقى احنا هنا محتاجين تخصصات نوعيه اكتر عشان طلابنا يقدروا بقى يعني درس في التعليم ما قبل الجامعي فيكمل بقى في تمام. التخصص بتاعه. هقول لحضرتك ايه مدى الاحتياج لده. اتفضل. لو اتكلمنا على الميكاترونكس والاوتوترونكس والطاقه الجديده المتجدده هنلاقيهم بيغطوا شعبتين بس من شعب التعليم الفني، او 3 شعب. بيغطوا شعبه الكهرباء والشعبه الميكانيكيه والسيارات، وبيغطوا شعبه الالكترونيات. في عندنا شعب مهمة جدا جدا لابد نهتم بيها. أولا الشعبة المعمارية اللي هي الشعبة المتعلقة بالإنشاء والإسكان والتعمير. الدولة كلها بتتجه دلوقتي للإسكان والتعمير ومشروعات قومية كبيرة جدا بتحصل في الدولة للعمران،
طبعا يبقى محتاجة احنا بقى ناس محتاجين ايه؟ كتيرة جدا محتاجين تشتغل فيه. كلية تكنولوجية، مش هقول جامعة تكنولوجية، كلية كلية تكنولوجية تكنولوجية للايه؟ للانشاء، للعمران، للانشاء معمار، والتعمير. للإنشاء والتعمير. ماشي احنا قلنا اسم التخصص كمان هو، يعني احنا فعلا ده مهم جدا. بالظبط. في عندي شعبة التخصصات الزخرفية. صحيح. التخصصات الزخرفية دي في عبارة عن ايه مثلا؟ فيها جلود، فيها زخرفة وإعلان، فيها زخرفة هايل وديكور، هايل فيها فني إعلان، فيها سيراميك وخزف، هايل فيها تجميل وميك اب، ويعني دي وفيها طباعة. ممتاز والله. طب احنا محتاجين برضو طبعا كليات داخل الجامعات التكنولوجية بتخدم على الشعب دي، طبعا. كلها شعب مطلوبة في السوق. في الشعب المعدنية اللي هي فيها عندنا تخصص الحديد المشغول والفرفروجيه، عندنا الصناعات المعدنيه، الحاجات الخاصه بالشغل النحاس والربوسي والحاجات اللي سيادتك الحلوه دي اللي بتشوفيها في خان الخليلي. تخلي شكل البلد كلها مختلف والله. ده بالظبط. شفناها في العمران وشفناها في كل فاحنا حته. محتاجين كليه للانشاءات المعدنيه. حلو قوي. يعني صحيح صحيح. محتاجين كليه، يعني كليه تكنولوجيا الانشاءات لده. المعدنيه، فيعني النسيجيه محتاجين، يعني النسيج ده يعني بيمثل جزء صناعة كبير في كبيرة جدا. الصناعه عندنا في مصر. طبعا طبعا. احنا محتاجين كليه هو تكنولوجيه في بلد بتعيش من غير نسيج؟ للملابس والنسيج، طبعا يعني في حاجات كتيره جدا محتاجين كليه تكنولوجيه للحرف التراثيه طبعا، عشان نقدر نحافظ عشان على نحافظ التراث على التراث ده. بتاعنا. صحيح. ويكون بشكل برضو فيه المهارة بالظبط، اليدوية زي ما هي، لانه بيقل الصنايعيه بتوعه كبار في والفنيين بتوعه السن بيقل. بالظبط كده. منهم يعني طبعا العمر تقدم بهم، او يعني من توفاه الله، فمحتاجين جيل جديد من الشباب يكون على وعي وعلى علم عشان بالحرف نحافظ على التراثية هويتنا عشان نحافظ على وتراثنا. الهوية دي. صحيح بالظبط. صحيح. والله كلام حضرتك مهم جدا يا دكتور عمرو، ويا ريت بجد ان احنا بنتكلم النهارده عشان ان احنا نحاول يعني ندي كده بعض التوجيهات او النصايح اللي ممكن تفيد صانع القرار في التعليم الفني في نوعيه الكليات التكنولوجيه والتخصصات اللي احنا محتاجينها. طيب خلينا نقول الدرجات العلميه اللي بيحصل عليها الطالب وبياخد وقت دراسه قد ايه. احنا كده بنتكلم عشان برضو اي ولي امر عايز يفهم او عايز ابنه او بنته تكمل في الجامعه التكنولوجيه. بالنسبه لما يعني الدرجات العلميه اللي بيحصل عليها الطالب في الجامعات التكنولوجيه، يمكن كنا ذكرناهم يعني سريع كده من شويه. هو بيحصل على بيشتغل بنظام 2 زائد 2، يعني ايه اللي هو اولى وثانيه بيحصل فيها على دبلوم فوق المتوسط، وثالثه ورابعه بيحصل فيها على بكالوريوس تكنولوجي في التخصص. يعتبر اسمه بكالوريوس تكنولوجي في الاخر. بس هو يعني ما هو ممكن يجي ايه ياخد اولى وثانيه ويقول انا مش وخلاص هكمل. مش هيكمل. ماشي. انا هخش سوق العمل، هشتغل، ظروفه اختلفت. ممكن طبعا. فكده في الكليات العاديه لو طلع مثلا من سنه ثانيه خلاص هو كده، ما خلاص هو حصل على شهاده ثانويه وخلاص. لكن هنا ممكن يطلع وممكن بعد فتره تاني يرجع يكمل تعليم، يعني ممكن يطلع له 4 5 6 سنين ويرجع ويرجع بعد كده يكمل تاني. واحنا برضو عايزين المرونه دي، لانه ممكن يطلع فعلا لانه عايز يشتغل او عايز يتكسب او كده ويرجع تاني، مفيش مشكله في برضو. ظروف ممكن بتحصل ظروف للاسر تحصل. بتاثر عليهم في كده، طبعا. فممكن يطلع فعلا زي سيادتك ما قلتي ويرجع يرجع تاني. تاني. فهو بيحصل على دبلوم فوق متوسط، دبلوم تكنولوجي او تقني، وبيحصل على بكالوريوس تكنولوجي. في كمان دبلوم دراسات عليا مهني. كمان يعني اللي عايز يكمل منه دراسة عليا ممكن يكمل. بالظبط. وفي ماجستير دراسات عليا مهني. يمكن ده اللي انا شفته دلوقتي في التكوين بتاع المؤهلات الخاصة ممتاز بالجامعات التكنولوجية. ولكن اعتقد ان احنا هنبقى زي الدول الاوروبية او الاتحاد الاوروبي في ده، ان في عندهم كمان دكتوراه مهني. مهنية. وفيما يخص بقى حتة الماجستير المهني والدكتوراه المهنية دي قصة مهمة جدا جدا جدا. الناس الدكتوراه المهنية والماجستير المهني اشد من الدكتوراه الاكاديميه والماجستير الاكاديمي. تمام. يعني ايه؟ يعني زي بعض، ما نقدرش نقول اشد او يعني ده يعني زي ده. لا انا هقول اشد في ايه؟ في ايه؟ اشد في انها تطبيقيه. يعني هو بيعمل بحث وبيعمل كمان ابتكار او اختراع. عشان انا بس بقى يعني في متطلبات مش سهله، يعني عشان مش برضه سهله. الناس احيانا بتفتكر ان هي حاجه سهله. لا هي لا مش لا لا سهله لا لا ابدا لا يعني. لا خالص. يمكن الدكتوراه الفلسفيه او الدكتوراه الاكاديميه بنعمل بحث اكاديمي فلسفي، بيبقى عباره عن بحث وبنجمع بقى وبنبتدي نعمل ايه مناهج البحث بتاعتنا ونطلع النتائج بتاعتنا في الاخر. لكن هنا ده بيعمل بحث تطبيقي. فالدكتوراه المهنيه انا في حد يعني وجهه نظري انا وانا راجل حاصل على دكتوراه اكاديميه فلسفيه، ان الدكتوراه المهنيه يعني فيها صعوبه. فيها صعوبه طبعا يا دكتور. طب
طيب نتمنى بجد انه يعني الناس تكون متابعه مع حضرتك النهارده الكلام ده، لانه كلام مهم جدا وبيأكد ان احنا لازم نغير رؤيتنا خالص. الدوله بتشتغل بشكل جيد جدا، يا ريت نلاقي بقى جهود افضل من طلابنا، جهود من اولياء الامور ان هم يحفزوا طلابنا على الاستفاده من المنظومه دي. طيب خلينا نتكلم على فكره فرص العمل المتاحه. حضرتك اتكلمت على سنتين ممكن توفر فرصة عمل كبيرة جدا، لو 4 سنوات عندي فرصة عمل اكتر. يعني نكلم الشباب كده او اولياء امورهم على فكرة الالتحاق بالنوعية دي من الجامعات. هي فرص العمل المتاحة، احنا نبص بس لسلم العمالة بتاعتنا. سلم العمالة بتاعتنا عندي فني اللي هو بيحصل على دبلوم 3 سنوات صحيح، وفقا بقى للبرامج الجديدة بتاع التعليم الفني اللي هي وفقا للقدرات المهنية، ان الطالب بيبقى فعلا طالع مالك ادواته كويس قوي قوي ويبقى عارف فعلا ان هو يطبق اللي هو اتعلمه، او نطلع درجه لدرجه التكنولوجي او التقني اللي هو بيبقى خد مؤهل سنتين. فده بقى يعني الدراسه بتاعته بتبقى ايه يعني فيها نوع من طبعا جرعه اللغه بتزيد طبعا عنده برضو الحاجات الخاصه ب اللي هو مهارات القرن 21، الابداع والابتكار ورياده الاعمال والحاجات دي، الحاجات دي برضو كلها بتزيد معاه. ولما بيحصل على بكالوريوس بيبقى تكنولوجي، التكنولوجي ده هو الوسط او خط الاتصال ما بين اللي هو الديزاينر او المهندس وما بين الفني. ايوه يعني التكنولوجي ده يعتبر هو المهندس التنفيذي. ايوه بالظبط، واخده بال حضرتك؟ في ارض الواقع. أيوه. لان التاني ده مهندس مصمم، بيحط منفذ، بيحط اطر، بيحط تصميمات، واخده بال سيادتك؟ لكن هنا ده بقى اللي بيبقى واقف في الموقع. ايوه بالظبط. طيب دكتور، يعني دلوقتي الجامعات دي بتساعد على انها تكمل منظومه مثلا لمشروع كبير لمؤسسه، لانه ما ينفعش مؤسسه تمشي بس بالمهندس او بالشخص المسؤول بدون ما يكون في فريق كامل بيساعده. هي بتخرج بقى تقريبا الفريق الكامل اللي بيشتغل مع القائم على العمل نفسه. تمام يا فندم، انا عايز اقول لسيادتك حاجه، ان بره مش هنا في حاجه اسمها مهندس تنفيذي ومهندس تصميم. ايوه احنا نفسنا نوصل للمرحله دي. التكنولوجي بتاعنا ده هو اللي بيوازي بره المهندس التنفيذي. تمام. طيب خلينا نقول منظومه التدريب بقى من وجهه نظر حضرتك وحضرتك يعني محاضر في عدد من الجامعات، محتاجين ان منظومه التدريب من خلال الجامعات التكنولوجيه تبقى اكبر اقل؟ يعني حضرتك مطلع اكيد. بص حضرتك، منظومه التدريب دي مهمه قوي يعني في المجالات دي. دي, دي دي مهمه جدا جدا، ولابد ان سوق العمل والسادة المستثمرين رجال الاعمال واصحاب رجال المصانع الوطنيين، والله لانه بجد احنا في لحظه فارقه يعني في لحظه فارقه بجد. يقوموا بدورهم الوطني المنشود ان هم يوفروا نسبه مئويه من عدد العماله عندهم للعماله التدريبيه، زي ما موجود في المانيا. المانيا كانت من 10 سنين كان نسبه مخصصة للعمالة التدريبية عندها عشان تدرب طلاب التعليم المزدوج، عندها مخصصة في حوالي 500,000 منشأة بتدرب طلاب التعليم الفني في ألمانيا، كان عندهم 600,000 طالب. دلوقتي أعتقد أن هم قربوا يخشوا على 3/4 مليون منشأة صناعية وزراعية وتجارية بتدرب طلاب التعليم الفني في ألمانيا. إحنا عندنا هنا الموضوع ده قايم بيه مجموعة وطنية بس مازال قليل. لا احنا عايزين توسع فيه. كل المصانع والشركات والمزارع والمعامل والفنادق تخصص نسبة مئوية ولو 10% من عدد العمالة فيها للعمالة التدريبية. يعني ده فعلا يمكن ختام مهم جدا من حضرتك دكتور عمرو لكل القائمين على المؤسسات الكبيرة، المصانع، رجال الأعمال الوطنيين زي ما حضرتك قلت. لازم بجد نحاول بقدر المستطاع ان احنا نوفر فرص التدريب، لانه في يوم من الايام اكيد هذا المصنع والمؤسسه دي وكل يعني هو هيحتاجه. قلاع الصناعه في مصر هتحتاج الشباب دول. نختم كلامنا مع حضرتك بجد بكل الشكر، ورساله تحب توجهها لكل المهتمين بالعمليه التعليميه في منظومه التعليم الفني وقبل الجامعي والجامعي، وكمان ناكد مره ثانيه على رسالتنا لرجال الاعمال الوطنيين. الرسالة اللي أنا حابب أوجهها للناس يعني وخاصة رجال الأعمال، إن بالفعل إحنا محتاجين فرص تدريبية لطلاب التعليم الفني، سواء كان طلاب التعليم الفني في المرحلة قبل جامعي قبل جامعي أو المرحلة اللي هي الخاصة بالتعليم التكنولوجي.
احنا محتاجين ندرب ولادنا، لان هو ده اللي هيطلع يشتغل عندك في المصنع وفي الشركه بتاعتك. انت لو دربت 10 وفي الاخر عينت منهم 2 او 3، او حتى ما عينتش وال10 دول راحوا اشتغلوا في مصنع تاني، المهم ان انت كده بتساهم في بناء مهارات العماله المصريه، حتى لما يطلعوا بره يشتغلوا سواء في دول الخليج او في دوله من الدول الاوروبيه او في امريكا، يعني برضو يبقوا هيشرفونا وهيشرفوا مصر بالمهارات اللي هم اكتسبوها. كلمة بس أخيرة، إن إحنا يعني يمكن بنطالب سيادة وزير التعليم العالي إن هو يراجع شوية الفرص الخاصة بطلاب التعليم الفني في التقدم للجامعات، وتبقى يعني على نفس قدم المساواة بالفرص الخاصة بطلاب التعليم العام فيما يخص الكليات التكنولوجية أو الكليات الفنية اللي هي بتواكب تخصصات التعليم الفني قبل الجامعي. تمام، كل الشكر لحضرتك دكتور عمرو العت، دكتور في التطبيقية والمحاضر بكلية التربية جامعة حلوان، بجد ساعدنا بحضرتك جدا واستفدنا جدا من معلومات حضرتك عن الجامعات التكنولوجية، ونتمنى إن شاء الله الفترة القادمة تشهد تقدم أكتر في النوعية دي من الجامعات. بإذن الله، شكر لسيادتك والفريق العمل كله شكرا والتلفزيون لحضرتك. المصري كله. شكرا جدا فعلا لحضرتك دكتور عمرو، وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل سريع وبعد الفاصل بنستقبل ضيفنا الكريم دكتور سامح عبد العزيز، الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية وحديثنا من المدرسة إلى الجامعة مع زميلي العزيز أيمن سيد بعد الفاصل.